ماذا يحدث في بيت مولودية وهران هذا الموسم؟ فبعد المطالب الإدارية والشعبية لأنصار الحمراوة المطالبة بجلب شركة وطنية لتسيير شؤون النادي، غير أن خرجة الرئيس أحمد بالحاج بابا فجرت البيت من جديد، حيث أكد مباشرة بعد نهاية مباراة دفاع تاج نانت أنه قادر على تسيير المولودية دون اللجوء إلى شركة وطنية. هو الأمر الذي لم يكن متوقعا، خاصة بعد أن كاد الأمر يحسم على عدة أصعدة. الناس قاعدة تدير في البراوات باش تجيب شركة، راح جيب شركة. أنا مادامني راني في الفريق أنا ما نسحق الشركة، نقولها ونعاودها. الحمد لله كون جاك اللاعب هنا يقول لك بلي راني نسال البريزيدون باش يخلصني، هذيك من حق تحوسوا تجي شركة باش تخونوا ثم ثاني. وفي المقابل أجمع الكل في بيت المولودية إدارة وأنصارا أن إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة لن يتحقق إلا بجلب شركة وطنية، بعد أن عجز الرؤساء المتعاقبين على الفريق في جلب لقب منذ أكثر من 20 سنة. أنا جو سوي بور que l'entreprise elle prend le MCO à 100% comme ça a été le cas pour Saoura pour CSI. هي زلة أخرى تضاف إلى سقطات الرئيس بابا الذي تحدى الجميع، في حين تبقى الأيام المقبلة تخفي الكثير من الأسرار.